انك تكوني في جامعه ناشئه بعيده عن القاهره بمسافه يعني اقرب نقطه من سكنيه تبعد حوالي ساعه وربع، فانت عندك رحله في الذهاب والعوده كل يوم، وعندك كمان وقت فيري بيزي، تبقي مشغوله فعلا جدا جدا علشان تقدري تعملي مهامك الوظيفيه وتاخدي بالك من 5000 طالب وطالبه، توفر لهم المناخ الامن اللي بيقدروا يتعلموا ويبتكروا ويبقوا جاهزين لسوق العمل. دي حاجه حقيقي مش سهله خالص، especially ان انا عندي طلاب من كل انحاء الجمهوريه، جايين من cultures مختلفه بثقافات مختلفه، جايين ببكجراوندز مختلفه، وكمان بيتعلموا في مجالات مختلفة من أول الطب والجراحة والتمريض والصيدلة والأسنان، وكمان الفنون والتصميم والإدارة الأعمال والتكنولوجيا الصحية التطبيقية، يعني حاجات كتيرة، مجالات كتيرة جدا، فده بيخلي التشالنج أكبر. لكن زي ما قلت لك، هو الباشن والرغبة في النجاح هو اللي بيخلي الواحد ياخد كل الرحلة دي كل يوم وهو سعيد جدا ومبسوط وبيدور على إيه الجديد اللي هيقدر يعمله النهاردة في حياة الطلاب دي، ازاي هيقدر يأثر في حياة الطلاب والطالبات. شكرا.